مسكت ايدك علمتني على فوق كل الجبال. لو امان الكون سابتني يا احلى ويا جرحها. مسكت ايدك علمتني على فوق كل الجبال. لو امان الكون سابتني يا احلى ويا جرحها. المسيح هيلبسك، قول امين. انت عايز تلمس المسيح؟ فاكرين اللي جت من وراه وقالت المس ولو ايه؟ هد بتوبه. يا لو لمست الجلابيه بس بتاعته هتشفي. المسيح بنفسه جاي يلمسك النهارده. قول يا رب تعالى المسني، المس هد بتوبك. هيغير حياتك، هيغير طريقه صلاتك، هيغير طريقه كلامك، طريقة تعاملك مع الناس. هتروح البيت يستغربوا، انت هو اقول لهم لا انا مش هو، انا واحد تاني. انا فاكر قصة سمعتها زمان عن المرأة اللي كان ماشي معها القديس أغسطينوس واللي كان مخلف منها لما كان عايش في الحرام. فخبط عليه أغسطينوس، قال لها عايزة مين؟ قالت له لا أغسطينوس اللي تعرفيه مات. قالت له امال انت مين؟ قال لها انا واحد تاني. يا رب عايزين القديم يموت، يبقى واحد تاني. المسنا اشفينا، المسنا واشفينا. يا رب اسمع صلاتي، املاها لهيب. تعال زور حياتي، قول له زياره لحياتي النهارده، قول له الكلمه دي، قول له تعال زور حياتي النهارده، تعال من فضلك زور حياتي النهارده. مسيح كان نفسه يتولد في مكان حلو، لكن اتولد في مزود بقر. عارف المكان الحلو ده ايه؟ عارفه؟ قلبي وقلبك. قول يا رب اسمع صلاة النهاردة، املى حياتي لهيب وغيرني من فضلك. صلي وانت بترن، صلي حتى لو مش قادر تقول الكلام، صلي قول له زور حياتي. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي املاها لهيب. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب،
أشوف المجد أملي إن أشوفك وحتى آخر باب اتسد هلمس هد بتوبك أنا طلبي إن أشوف المجد أملي إن أشوفك وحتى آخر باب اتسد هلمس هد بتوبك أنا هلمس هد بتوبك أنت شافي نفسك انت شافي نفسي انت شافي جسدي انت شافي نفسي انت شافي جسدي انت طبيبي انت اله عظيم انت الهي معاك مفيش مستحيل تحيني من مماتي بس محتاج لصوتك
في رضاك وخوفا. أنا طلبي إن أشوف المجد أبدي إن أشوفك، وحتى إن آخر باب اتسد ألمس هد بدوبك. أنا طلبي إن أشوف المجد أبدي إن أشوفك، وحتى إن آخر باب اتسد ألمس هد بدوبك. أنا ألمس هد بدوبك. أمين. انحني بكل هيبة واحترام في محضر الملك، وصلي وقل له وجدني في محضرك، وصلي وقل له سامحني واغفر خطاياي وصلي وقل له كلمني الرب عارف احتياجات نفسك، إذا عايزك تقول أنا عايز كذا، أنا مريض شفيني، أنا تعبان ريحني، هموم كتير علي أنت وعدت تشيل همي. كلم حاضر لي حاضر العالم كله. نقول له باركنا لله يا رب، اصنع عجبا فيما بيننا، اللي انت شايفه مستحيل هو يقدر عليه. قل له استلمني واستلم كل ظروف حياتي، الخطية اللي فصلاني عنك اغفرها ورش علي من دمك وطهرني، املاني من سلامك، املاني من سلامك. صلي صلي من قلبك ومن قلبك. اوعى تتوجد في محضره خطيتك عليك،
العائل يقدم توبة حقيقية وتقول له اديني حياة الاستعداد يا رب، عدني للوقوف بين يديك، سامحني وكلمني، كلمني وانت عارف طلبي. ولو كنت طلبت بثقة وبإيمان، ثقة تماما نسمع واستجاب ونشكره من كل القلب. أمين. قبل ما أقول شوية أسئلة أحب أقول إن ربنا سمح يوم الأربعاء ان احنا ناخد بركه ونزور مستشفى 57، واللي شفناه يبان فيه عمل الله العجيب وحكمته اللي فوق مستوى عقل البشر. طبعا مجموعات من الأطفال، يمكن اللي شاف الصور في الفيسبوك، حاجة تخلي الإنسان الحجر يلين. أنا بشكر ربنا أولا على بركة الزيارة دي اللي ربنا سمح لنا بيها، وبشكر السيد الأستاذ الدكتور شريف أبو النجا، كان في استقبالنا مع مجموعة من العاملين في المستشفى، وإحنا كنا مع مجموعات من الكورال ومن خدمة يوم الخميس ومن خدام الاجتماع، مجموعة دخلنا والرب ادانا فرصة للبركة. وزي ما قلت، الحجر يلين واللي ما تبشي يتوب. أما تشوف أطفال كلهم أطفال صغيرين، والرأس طبعا من المرض كلهم عندهمش شعر، والمناظر حاجة رهيبة رهيبة رهيبة. إنما أنا أشكر إدارة المستشفى، أولا نظافة كاملة وترتيب ونظام، وسألوا بعض الأطفال وأولياء الأمور، جيتوا هنا بواسطة؟ قالوا لا. دفعتوا فلوس؟ قالوا لا. ميزوا بين فلان وعلان؟ لا. والحاجة المهمة اللي لفت انتباهنا، إن لا تمييز بين مسيحي ومسلم. لمسنا مكان يستحق التقدير والاحترام والتشجيع، والتشجيع. ناس بيقدموا خدمة ربنا مباشرة، يخدموا ربنا مباشرة، غير الكلام اللي بلغوني بيه قبل ما ادخل دلوقتي، ان عسكري بيحرس كنيسة قتل 2 مسيحيين، عسكري اللي بيحرس قتل 2 مسيحيين، حاجة غريبة غريبة غريبة. أنا ما أعرفش طبعا الموضوع بالتفصيل، لكن قالوا لي دلوقتي وأنا في الهيكل، لكن مصر بلدنا. ويمكن امبارح كنت بشوف حاجة متصورة من زمان أوي وتعليق عليها، إن مصر كانت أحسن بلد في العالم، الناس بتتكالب انها تزورها في النظافه والرقي وقالوا ساعتها كان الجنيه المصري ب4 دولار، والرقي في مصر كان يضاهي لندن وباريس، أحسن من لندن وباريس.
وتسامح ومحبة عجيبة. البلد كانت حاجة تاني. ايه اللي حول البلد للصورة المزرية دي؟ ودم وقتله. يعني اللي بيقتل ده ما بيفكرش، ما بيفكرش. لكن نصلي ان ربنا ينجي البلد من المهالك. امين. نقول بعض الأسئلة. إيه رأيك في الفرق بين المؤمن والمتدين؟ المؤمن والمتدين. المتدين يعني أهو إنسان مسيحي ومتعود يروح الكنيسة ومتعود يصلي ويدي العشور ودايما في صفوف المتناولين، وممكن يكون واحد من المواظبين على الاجتماع ده كل أسبوع. لكن تعالى كده في محك اختبار وانكشه شوية كده، تلاقي لسانه صليط صليط. الله فين المسيحية؟ قال لا، دي حاجة تاني. لو حد بس غلط في غلطة تلاقي بركان ينفجر، بركان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وممكن يكلمك عن الوداعة وعن الاتضاع وعن المسيحية الحلوة، ممكن يوعظك يوعظ، وبيصوم الصيام من أوله، صيام من أوله. لكن تلاقي هو وأخوه، أخوه ابن أمه وأبوه، ما بيتعاملوش مع بعض، ما بيدخلوش بيوت بعض. المهم لو تدور على الإنسان ده اللي هو صورة من بره، تلاقي من جوه نتانخ. ده انسان متدين. امال المؤمن يعني ايه؟ المؤمن يعني الانسان اللي مش بس حافظ الوصيه بالكلام، لكن عايش الوصيه. عايش الوصيه. يعني ايه عايش الوصيه؟ يعني مثلا المتدين ممكن يقول لك حبوا بعضكم بعض، حافظ الكلام. لكن المؤمن عايش الحب، عايش الحب، عايش الوداع، عايش الاتضاع. لسانه ما يطلعش العيبة، لا تخرج كلمة ردية من أفواهه. فلان شتمه، الله يسامحك. فلان ظلمه، ما يفتحش بقه. فلان عمله سوى فيه، أشكرك. اللي عمله ده عمله في المسيح اللي ساكن فيا. وتلاقيه انسان مسالم وخدوم، حتى عدوه لو وقع في مصيبه تلاقيه جنبه. ده الانسان المؤمن المتدين، المؤمن الامين. المؤمن الامين اللي فيه ريحه المسيح الزكيه، اللي ممكن يتقال عنه احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. واحنا بنتكلم دلوقتي بعنوان مسيحي فيا، مسيحي في الظلم. أما هو فلم يفتح فيه. ظلم أما هو فلم يفتح فيه. عمل اللي سووه فيه، الله يسامح. إلهي إلهي لماذا تتركني؟ اغفر لهم يا أبتاه. ده الإنسان المؤمن، المؤمن بحق اللي يبان فيه مسيح وبحق، وينطبق عليه الكلام أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. تلاقي مسيح ماشي على الأرض، مسيح ماشي على الأرض، أفكاره فوق، أمانيه فوق، كنزه فوق، وعينيه اترفعت عن الأرض. تلاقي الدنيا هنا مهتمة باهتمامات، كل واحد له سكته، لكن هو اهتموا بما فوق لا بما على الأرض.
كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. تلاقي دايما يكلمك عن الأمور الفوقانية، وبعدين الأمور الزمنية والأرضية دي منهاش قيمة. ده السلعة دي غليت، دول باعوا، دول اشتروا، دول لعبوا، دول عملوا، هو ملوش في الحاجات دي، هو مش هنا، مش هنا. الناس بتجري وتكدح والعالم يبني ويزرع، لكن أنا مش من هنا. ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا، ده هنا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه، أنا ليا وطن تاني. العالم يبني ويزرع ويتملي مش شبعان، العالم يبني ويزرع ويتملي مش شبعان. همه يلبس ويقلع وعن يسوع غفلان، همه يلبس ويقلع وعن يسوع غفلان. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني. لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. السؤال ده ممكن ينفع محاضرة أو أكثر من محاضرة. التدين، والبعض يقول عليه تدين كاذب، تدين كاذب. عند اليهود عوايد يغسل يديه ويغسل الخضار ويغسل الصحون واللي كله يغسل، ومهم جدا. حتى لما تلاميذ المسيح له كل المجد أكلوا من غير ما يغسلوا إيديهم قبل الأكل، انتقدوا المسيح وتلاميذه، قالوا له تلاميذك بيأكلوا من غير ما يغسلوا إيديهم. قال لهم يا كذابين، تنظف إيدك الأول وقلبك مليان كاسخ. نظف أولا داخل الكأس والصفحة، إنما إيه الفايدة لو غسلت إيديك وقلبك مليان نجاس؟ قلبك مليان نجاس. الأمور البرانية الظاهرية اللي ممكن يعيشها الإنسان المتدين، إنسان المتدين له شكل من بره، ده ممكن يوعظك ويكلمك عن ربنا ويكلمك عن الأبدية ويكلمك عن الخلاص ويدي لك حكم ويدي لك أفكار وكلام، وفي نفس الوقت لما تيجي تدور عليه تلاقيه واكل حق ولاد أخوه الأيتام ومرات أخوه الأرملة. الله، ما أنت بتوعظ إزاي وتتكلم إزاي؟ متدين. المتدين يحب الشكل قدام الناس وناسي العين السهرانة والشيخة، يحب الشكل. يعني عند اليهود أن عنهم المسيح له كل المجد، يحبوا الصلاة في زوايا الشوارع،
يعني ايه في زوايا الشارع؟ اليهودي يحب يصلي في زوايا الشوارع، عارف الزاوية؟ زي الزاوية كده، اللي جاي من هنا شايفه واللي جاي من هنا شايفه، عايز الناس تشوفه. فالمسيح قال لهم يا مرائين متى صليت؟ فادخل مخدعك واغلق بابك، لان ابوك اللي في السماوات شايف يجازيك علانية. انت بتصلي للناس، ايه الفايدة ان تقعد تطرح قدام الناس واللي رايح واللي جاي يشوفك؟ وقال له متى صم؟ فاغسل وجهك وادهن شعرك وما تبينش انك صادق. ولما تدي صدقة ما تعرفش شمالك اللي تعمله يمينك. لكن المتدين لما يجي يدي صدقة ده يبقى عايز كل الناس تشوفه، عايز كل الناس تشوفه. وانا حكيت حكاية زمان، كنت في بلد بلاش اقول هي ايه يعني، الكلام ده من حوالي 42 سنة، وقعدت في البيت ده كلمت كلمتين وبتاع ونزلت. البيت في شارع ضيق طويل كده، فنزل معايا صاحب البيت ومشي معايا الشارع الطويل ده لغاية ما جينا في الشارع الواسع. وبعدين ماسك 2 جنيه كده في وسط الشارع، اتفضل. قلت له طب انا كنت في البيت وانا كنت في الشارع ده، اشمعنى جاي هنا تديني الفلوس؟ وطبعا رفضت اخد. ده الانسان المتدين اللي يحب يبان قدام الناس وناسي ان اللي هيجازي واحد. عشان كده تلاقي الانسان بجهل يصنع الخطيه في الخفاء، يسرق في الخفاء، يزني في الخفاء، يعمل في الخفاء، وناسي ان العين السهرانة شايفاه والعين اللي حدينه شايفاه. سال المتدين عامل حساب عيون الناس وناسي العين العالية اللي شايفة تصرفاته. ما رأي قداستكم في بعض العائلات المسيحية اللي بتروح الكنائس عشان تاخد عطايا من عطايا إخوة الرب وهم مش محتاجين؟ أنا متهيألي بسمع إن قداسة البابا عامل دلوقتي ترتيب أو حاجة إلكترونية تنظم صلة الكنائس ببعض. أما عن الناس اللي بتيجي، هو في ناس اعتادت الحقيقة، يعني يوم الحد مش اللي فات اللي قبل منه كنا هنا وكان في واحد من رجال الأعمال، واحد عاجز عارفه يعني، يبدو انه بيديله عطايا دايما، وبعدين لمس انه هو كذاب، فجه بيقول له انا عايز مش عارف مبلغ كبير عشان الشقة وعشان مش عارف ايه وبتاع. فقال له سيب لي نمر التليفون اللي انت بتقول عليه وانا هتصل بيه وانا هبعت واحد يدفع. فضل يلح بصورة عجيبة، وبعدين ممكن يتضح ان فلان ده اللي هو بيلح غني جدا غني جدا. قال لي رجل الاعمال ده، قال انا حسيت ان هو مقتدر جدا وعنده فلوس كتير. الموضوع ده عايز اولا انسان يصلي ويقول له ربي العشور دي بتاعتك انت، وجهها انت بمعرفتك. وعايزه حكمه، عايزه حكمه في التصرف. يعني ممكن نرفض انسان ويكون مستحق، ممكن ندي الانسان ويكون غير مستحق. عايزة معرفة وعايزة حكمة وعايزة مشورة ربنا، مشورة ربنا. وبعدين واحد بيقول يعني عشان أنا أنفذ من الحكاية دي، ده زمان أنا اللي بقيت أحط جنيهات فكة في جيبي. أي حد بيسألني، إني مكتوب من سألك فأعطه، أي حد بيسألني أديله جنيه، أي حد بيسألني خلاص أنا أديه.
هي عايزة حكمة، عايزة حكمة. واحد بيقول بمعنى الآية اللي بتقول ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا. دي كلمة لها رب المجد يسوع، أو لكن في نفس الوقت المسيح له كل المجد. قال إيه؟ قال ماذا يقول الناس عني؟ ده هو اللي سأل. الناس بتقول علي إيه؟ طب ازاي دي تمشي مع دي؟ ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا. يعني ايه؟ انسان الله اللي انسان الله بحق، يعني الانسان المؤمن الامين اللي له سلوكيات عاليه وريحه المسيح الزكيه بين فيه، تلاقي حيبان فيه ايه؟ حد يقول لي هيبان المسيح فيه؟ المسيح فيه، مش احنا بنحكي ونقول مسيحي فيا؟ هيبان المسيح. انسان الخاطي ميت، اذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا. اي انسان بيصنع خطيه ميت، كذاب ميت، شتان ميت، اللي بيكره ميت، اللي بيزني ميت، اللي بيقتل ميت، دي كورة الأموات. كورة الأموات والنهاية معروفة، وأي إنسان ماشي على الأرض عارف هو رايح على فين، عارف هو رايح على فين. فالتوبة يعني أقوم 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 وأذهب إلى أبي. أقوم يعني إنسان ميت، ابني هذا كان ميتا فعاش. فتلاقي الإنسان الخاطي بيمارس الخطية وهو مش دريان، مش واعي إن دي خطية، ومش مدرك إن الخطية هتودي جهنم، ومش مدرك يعني إيه جهنم. كل إنسان بيصنع الخطية مش مدرك يعني إيه جهنم. جهنم يعني النار الأبدية، النار الأبدية. يعني حدي لك مثال وإن كان بسيط لكن جوهر الكلام، كل إنسان بيكره رايح جهنم. كل إنسان بيكره، تقول لي طب واللي بيقتل؟ أقول لك ما هو القتل ده أساسه إيه؟ بغضة. من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. قول معايا، من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. أتاري كل إنسان بيكره ده قتال، قتال قاتل، ونصيبه أو مصيره جهنم النار الأبدية. فين فين العقل اللي يدرك ونفس يطلع ما يردش؟ فين العقل؟ إنسان مجنون، مجنون. صدقوني وأنا دايما بقول أي إنسان يغمض عليه وينام وملوش علاقة بالمخلص الواحد ومش عايش حياة توبخ مجنون. جايز ما طلعش عليه شمس، وياما ناس كتير راحوا يصحوه وما لهوش، وخلال الايام اللي فاتت كذا واحد يروحوا يصحوه وما لهوش. العائل يتوب الان، العائل يتوب الان. فانت بتقول خطايا وخطيه، لا يا ابني، اللي تايب ترك الخطيه. التوبه هي ترك الخطيه وعدم الرجوع اليها، ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. يعني أنا دايما بسأل الابن الضال لما ساب كرة الموت ودخل في حضن أبوه، يا ترى رجع للكرة تاني؟ لا، ما رجعش تاني.
واحد بيقول أنا بشتغل في الكويت وكفيلي فصلني من العمل من أكثر من سنة ولم أستطع التحويل إلى كفيل آخر لأنه اتهمني بخيانة الأمانة وبيدعي أني تركت العمل وأنا الآن بعمل بصورة غير قانونية لأني قمت منتهية. أرجو الصلاة من أجلنا وتوجيه رسالة للرئيس السيسي لمحاولة إيجاد حل لنظام الكفالة السيء للمصريين في الخارج. يعني إيه كفيل؟ أو ولد من عندنا بيشتغل عند واحد كفيل يعني بيتكفل بيه. واضح من الكلام طبعا أني عملية تقييد أو قيود أو تعجيز، واضح من الكلام، ودي فيها إهدار لآدمية الإنسان. طبعا أولادنا اللي رايحين محتاجين، وما يجيبش أبدا أن صاحب العمل يكون بالصورة الغير آدمية دي. أنا أستشفها من الكلمة، وإن كنت ما فهمش معناها أو ما عرفاش أستشف منها العبودية أو الاستعباد والتحكم في مصائر الناس وأرزاقهم وفي وفي وفي، وده طبعا شيء مشين مشين مشين. هي عايزة طبعا حاجات من الرئاسات والحاجات دي، إنما يا ابني هنصلي إن الله يغير الأحوال، وإنت صلي يا ابني. وقبل ما تدور على الكفيل ونجدتك منه والحاجات دي، دور على مصيرك الأبدي ونصيبك الأبدي وعلاقتك بالمسيح له كل المجد. واحد بيقول أنا ابنك فلان، أختي كانت زعلانة مع جوزها وكانت في مشاكل كتيرة وصلت للمحاكم، وأخيرا أختي رجعت لجوزها، وأبويا قال لأختي رحت مع جوزك تبقي مش بنتي ولا أعرفك، وأنا حزين على أبويا جدا انه مش بيكلم بنته لغايه دلوقتي سنتين، وكل ما اجيب سيره اختي قدامه يقول بنتي ماتت ما لياش بنات. اختي دلوقتي ليها شهرين سافرت مع جوزها امريكا، وربنا عودها على كل المشاكل عوضها، وجوزها اتغير تماما الى اخره. البنت رجعت لجوزها، أما أبوها قال لها ما ترجعيش، ولما رجعت قال لها ده أنت بنتي وأنا أعرفك يا ولد، دي الفتوانة بتاعت الصعيدة، لا مؤاخذة الصعيدة اللي هنا فتوانة. يا ابني أنت أمنيتك إيه؟ مش إن بنتك ترتاح في بيتها مع جوزها. البنت اختارت الطريق الصالح ورجعت لجوزها، وانت راكب دماغك تقول لا بنتي ولا اعرفها، عايزها ايه؟ تقعد جنبك؟ اهو ده الانسان اللي بعيد عن ربنا، واللي عايش بدماغه، اللي عايش بدماغه لا حكمه ولا بصيره ولا معرفه، لكن جهاله جهاله. ويقول الكتاب هلك شعب لعدم المعرفه، هلك شعب لعدم المعرفة، الجهالة. بنته رجعت لجوزها وعيالها وبيتها وسافروا أمريكا ومبسوطة، وجوزها اتغير، عايز ايه أكثر من كده؟ أنت إنسان محتاج تعرف ربنا، محتاج تعرف ربنا. وحسمح لنفسي أقول لك إن الشيطان هو اللي مشيك،
المسيح له كل المجد بيجمع، والشيطان ايه بيفرق. يبقى انت تبع مين؟ انت تبع الشيطان. نصيحتي ليك توب الان، وكل اللي زيك توب الان. يا ابن ده اي عيله بتتمنى ان ابنها وبنتها يعيشوا في سلام ويناموا بالليل في سلام في بيتهم، وانت عايز تجيب بنتك تقعد جنبك؟ انهي عقل بيقول كده؟ التوبه، التوبه. في يوحنا 9:3 اجابهم يسوع: لا هو اخطا ولا والداه، ولكن حتى تظهر فيه أعمال الله. أرجو من أبونا مكارم يشرح الآية دي إلى آخر. صلي لصديقتي عندها سرطان، نصلي. لا هو أخطأ ولا أبواه، ولكن حتى تظهر أعمال الله فيه. الكلمة دي مين قالها؟ قالها رب المجد يسوع بخصوص ايه؟ المولود اعمى. يقولوا واحد مولود اعمى يعني ملوش عينين، تلاقي المولود اعمى، تلاقي الحته دي مقفوله خالص، مدفوسه تحت يعني. فاليهود بيسالوه: مين اخطا، الولد ده ولا والديه عشان يتولد اعمى؟ قال لهم: لا ده ولا والديه أخطأ، لكن لتظهر أعمال الله فيه. يعني إيه تظهر أعمال الله فيه؟ دي من الحاجات اللي عميقة الحلوة. ربنا سمح إن الولد ده يكون مولود أعمى ويتجاب في اللحظة دي. واليهود طبعا ملمومين، والكلمة تتكتب للأجيال: تظهر أعمال الله فيه. إيه أعمال الله؟ اللي حصل إن رب المجد يسوع والولد قدامه تفل في الأرض، تفل في الأرض، وعمل من الطفل إيه؟ طين. تفل في الأرض وعمل من الطفل طين، وطلع عيني الأعمى. على رأي المتنيح أما مخيل يقول لك: لطس عينين بمرهم طين. يقول كده: طلع عيني الأعمى وقال له: روح اغتسل في بركة سلوان. راح اغتسل ورجع بصير. فين أعمال الله؟ طبعا عمرنا ما شفنا حد إن عينيه تتس بالطين وتفتح. أمال إيه الحكمة في كده؟ إيه أعمال الله اللي تظهر فيه؟ أنا هقول لك. الولد ده كله مخلوق من إيه؟ من تراب، من طين. اتخلق من غير عينين، يبقى مفيش إيه؟ عينين. المسيح عايز يخلق له عينين، فمن نفس المادة اللي اتخلق منها بيكمل عينيه. يبقى إذن المسيح هو مين؟ هو إيه؟ لا، هو إيه؟ هو الخالق، لكن لتظهر أعمال الله فيه. طبعا أي حد يقرأ الكلمتين دول بالكلام مش هيفهم حاجة، لكن لتظهر أعمال الله ومجد الله. الأعماق العجيبة اللي ماشي برجليه على الأرض ده ما هوش إنسان بس، ده هو الواحد الحقيقي الذي لا شريك له، اللي أخلى نفسه آخذا صورة عبد وجنة هنا ومشي في وسط الناس. تشوفه ده إنسان، لكن في الحقيقة هو الله. اللي يأكد الكلام ده؟ واحد مات ودفنوه وبقاله 4 أيام في القبر. هو مين؟ لعاز. 4 أيام في القبر، والقبر عليه حجر كبير. كانوا دايما في المغارات كده يعملوا حجر كبير ما يقدرش يزحزحه ولا 5 6 انفار. وبعدين المسيح له كل المجد راح
وكان له 4 أيام في القبر. فوقف المسيح قدام القبر قال لهم ارفعوا الحجر. أما أنت ربنا تقدر ترفع الحجر، بس أنا إنسان شبهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحنا. ارفعوا الحجر، رفعوا الحجر. بعدين صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. طلع لعازر وهو ملفوف في بالأكفان. اديني عقلك. اليهود لما كانوا يلفوا واحد بالأكفان كانوا يجيبوا كده الجسد ويجيبوا الكتان كده هو، وبعدين يلفوا الكتان على جسده طبعا ايديه جنبه كده مش ممكن يقدر يتحرك. لكن ازاي قام وازاي خرج من المغاره؟ قال حلوه ودعوه يمضي. دي معجزه تاني، معجزه تاني. يبقى لتظهر فيها اعمال الله. شوف المسيح له كل المجد، عمل آيات ومعجزات هو في حال الجسد على الأرض. قال لو كتبت واحدة فواحدة، ده الكلام العجيب، لا أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة. عمل أعمال عجيبة لعل الإنسان يسمع ويعمل. وطوبى لمن له آذان للسمع ويسمع، لتظهر أعمال الله فيه. أنا اسمي فلان من سوريا وعندي سؤال. أنا تعلمت في الكنيسة عن وجود المطر، لو سمحت قدسك أتمنى منك الإجابة، هل المطر موجود ولا لا؟ مطر يعني إيه؟ وإن كنت أنا ما أحبش أتكلم في الحاجات الطائفية دي، لكنه سؤال جاي من سوريا. عندنا يمكن إخواتنا الكاثوليك بيؤمنوا بالمطهر. مطهر يعني فلان ما كانش عايش العيشة اللي تأهله للسماء وبعدين مات، ولما مات ممكن يدخل النار شوية شوية، وبعدين هنا بيصلوا له ويعملوا له قداسات وبتاع، فيتنقل من النار يروح فين؟ يروح الفردوس. ده المطهر يعني اتطهر من خطاياه بصلوات مين؟ يعني مره حضرت ناس بيقولوا احنا طلبنا يعملوا 150 قداس، طبعا بيدفعوا فلوس عشان فلان يتنقل من النار للفردوس. هل الكلام ده صحيح؟ ما نيجي نلاقي اسمه ايه ده اللص، المسيح له كل المجد، صلبه مع لصين. فاللص اليمين قال له ايه؟ قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ده اللص في اخر نسمة. فالمسيح له كل المجد قال له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. والمسكين اللي كان قدام بيت الغني ده، المات المسكين وحملته الملائكة على طول، فيش مطر ده، ومات الغني ودفن خلاص. أول ما طلعت الروح من الجسد أغلق الباب، وقبل ما تطلع الروح أغلق الباب. يعني شوف المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات. الحكيمات اللي أوانيهم مليانة ومصابيحهم مليانة زيت ومستعدين وخرجوا للقاء العريس، والجاهلات مصابيحهم وأوانيهم ما فيهاش زيت ومستنيين العريس.
جه العريس اللي مصابيحه مليانة نور المصباح ونزل يقابل العريس، اللي مصابيحه فاضية جه نور الطافية، ادونا زيت سلفونا زيت ما يتسلفش، روح اشتروا راح اشتروا. على ما جم كان العريس جه والمستعدان دخلوا وأغلق الباب خلاص، وأغلق الباب. قلت أخطر كلمة في الكتاب المقدس، وأغلق الباب. بعد ما تطلع الروح من الجسد ما فيش كلام تاني، ما فيش كلام تاني. بيسأل سؤال تاني، لو إنسان مسيحي وعايش في توبخ وعايش الوصايا العشر بس مش متعمد، هل يدخل ملكوت الله؟ مكتوب من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. ومن لم يؤمن طبعا في اللغة العربية ما يصحش يقول ومن لا يعتمد، أن لا يؤمن ولا يعتمد، لا، من يؤمن وتبع ليها، ومن لا يعتمد. من آمن واعتمد خلص، وشرط الخلاص هو الإيمان بالمسيح الفادي والمعمودية، الولادة من فوق، بحيث ابن الجسد محكوم عليه بالموت يتولد في المعمودية إنسان جديد مؤهل للمجد، مؤهل للمجد. يعني إيه معمودية؟ يعني إيه معمودية؟ يمكن الناس بتفكر اني اهو عمنا الولد غطسناه في المية وخلاص، لا، ده سر، سر. قال عليه المسيح له كل المجد، الروح يهب حيث يشاء الروح القدس، ولا تعلم من اين يأتي ولا اين اذهب. سر، ايه السر ده؟ ابونا ادم الاول اخطأ، خلي بالكوا كل انسان شايفني في العالم، ابونا ادم الاول اخطأ، وأجرة الخطية إيه؟ موت. ربنا كلم آدم قال له يا آدم من كل شجر الجنة تأكل، لكن الشجرة دي ما تأكلش منها، لأن يوم تأكل منها موتا تموت. فجه آدم أكل هو وحواء، حواء أكلت ودت جوزها وأكلهم، فتحكم عليهم بإيه؟ الموت. الموت هو إيه؟ الطرح في جهنم النار الأبدية. فنزلوا للأرض، أرض الموت، محكوم عليهم بالحرمان من الله والطرح في جهنم النار الأبدية. ولما نزلوا في الأرض خلفوا كل نسلهم، كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، ملوش نصيب في السماء ولا الأبدية. بس هل ربنا يخلق الخلايا دي كلها عشان يحرقها ويوديها جهنم؟ لا، أمال إيه؟ دبر خلاص بمين؟ هل ممكن إنسان ينفع يموت عن البشرية ما كل إنسان عليه حكم؟ طب عايزين إنسان ما عليهوش حكم يموت عن البشرية؟ في وسط البشرية ما فيش، لأن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزوا مجد الله. يبقى عايزين إنسان بلا خطية، هو بذاته أو الكلمة صار جسدا، الكلمة صار جسدا، هو بذاته أخلى نفسه وأخذ صورة إنسان بلا خطية، مولود من العذراء مريم، من غير زرع بشر، من غير زرع بشر، لم يعرف خطية، وأخذ صورة إنسان عشان يقبل الموت عن البشرية، لأن الله لا يموت، أخذ صورة إنسان عشان يقبل الموت عن البشرية، وجه ومات وفدى البشرية، بحيث كل من يؤمن به يرجع تاني له علاقة بربنا. فنيجي للمعمودية، ايه المعمودية؟ المعمودية بيجي ابن البطن اللي مولود من امه ومولود تحت الحب، بيدفن في المية، يتقابل مع المسيح في السر العجيب، المسيح ياخذ حكم الموت عنه ويديله تبرير، يخلص من الحكم. فإن كان أحد لا يولد من الماء والروح،
لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يبقى من آمن واعتمد إيه؟ خلص. واحدة بتقول أنا سرقت فلوس من جيراني، يعني رايحة تزوريهم تنشليهم. بس أنا تعبت ونفسي جوزي يسامحني. جوزك اللي يسامحك؟ لا، اطلب الأول إن ربنا هو اللي يسامح، بس بشرط إن جوزك يسامح، ربنا يسامحك لما تتوبي. لأن مش حكاية إنه هيسامحك وترجع تسرقي تاني، لا، تتوبي من قلبك، مش بس عن السرقة، عن كل الخطايا، يعني تتنقلي من حياة لحياة، من صورة لصورة، سنة تايبة عايشة حياة توبة. يبان فيك مجد المسيح، تقدر تقولي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. كفاية ونشوف مجد الله. في حد بيقول لي عايز يحكي يقول كلام هنا؟ ها؟ واحدة بتقول أنا حابة أقول لكم عن اللي حصل مع بابا. كان في حد مسؤول مغير ورق، وكانت بينه وبين بابا مشاكل. بابا خد الورق وعليها اسم الشخص ده وحطها قدام التلفزيون والاجتماع شغال، وبركة الاجتماع وبركة صلواتكم قبل الاجتماع ما يخلص، الشخص ده رن على بابا وقال له انت بتشتكيني ليه؟ خلاص انا حاجة اشرب معاك شاي والمشكلة انتهت. واحدة بتقول لي الفخر اني اشهد لاسم ربي والهي ومخلص يسوع المسيح. كان جوزي بياخد مرشام التراما دول لمدة 10 سنين واكتر، كنت دايما بصلي له انه ربنا يرفع عنه الخطية دي. وكنت قدام اجتماع المرقصية من اكتر من شهر بطلب من ربنا الحاضر في وسطينا دايما وصلاة الاجتماع لكي يتمجد في زوجي، وفعلا يا أبويا اتحقق طلبي واستجاب تلبيتي، والرب رفع عن زوجي خطية البرشام من شهر. الدكتور في أستراليا أكد لي إن في مية بيضة في عينيك ولابد من عملية. بعد ما رجعت للسودان حسيت بطعنة في العين الشمال، حضرت عظة الجمعة اضطرت من المية كانت قدام التلفزيون، رحت للدكتور وبعد كشف دقيق وفاجأ الدكتور بيقول لي ما عندكش مية بيضة ولا حاجة. الشيخ
الشماس اللي من السريان الكاثوليك في كندا من أصل عراقي رسالتك وصلت وطبعا الحلم أنا مقدر كلامك ومصدقه بس الكلام طويل ما أقدرش أقراه على الشعب. أنا اسمي فلان مسافر خارج مصر كنت بعاني من مرض شديد في الجيوب الأنفية ما كنتش بنام بقعد من 4 أيام ل7 أيام من غير نوم لأني كنت بتعب جدا لدرجة عينيا تزغلل وأشوف الواحد اتنين قدامي. رحت للدكتور الكلام ده في 2011 عملت أشعة مقطعية قال لي الدكتور لازم يتعمل لك عملية عشان العظم مقصر وسادد الجيوب لازم تركب دعامات. كانت العملية هتتكلف حوالي 27,000 جنيه وأنا ما معيش فسافرت بعد حوالي شهر لإحدى الدول العربية بعد ما وصلت بيومين تعبت ووشي ورم قوي فتحت التلفزيون لقيت الاجتماع وابونا بيوعظ حطيت ازازه ميه بعد الصلاه صلاه المرضى اخذت الميه ودخلت الميه الى مكان الالم وساعتها شفيت تماما. أخويا كان عنده قضية واخد فيها 10 سنين حكم غيابي و100,000 جنيه غرامة وكانت الجلسة يوم سبت وقبلها بيوم كان الاجتماع يوم الجمعة حطينا المية صلينا أنا أخواتي بدموع أثناء الاجتماع وتاني يوم صبحنا رحنا المحكمة رشينا ورق المرافعة بالمية ورشينا المحكمة بالمية وبرغم ان كل اللي كان في المحكمة قالوا ان القاضي ده صعب جدا وبيدي احكام ودخل اخويا قدام القاضي وباسم يسوع المسيح اخذ براءة. بابا كان تعبان كان لسانه بيبقى مربوط في البيت وعلى طول متعصب كان بيضرب فينا كنا بنروح لدكاترة كتير مش عارفين ايه اللي عنده وفي يوم شغلنا الاجتماع هو كان نايم حطينا مية اثناء الاجتماع لما صحي شرب من المية بعدها لسانه اتفك وبركة المسيح رجع طبيعي وابتدى يتكلم معانا وتناول 3 أيام وربع. الرباط الصليبي كان مقطوع حتتين حصلت معانا معجزة حلوة والعملية اتلغت السبت الماضي أنا الآن ماشي من غير رباط صليبي خالص والمسيح لمسني شكرا للسيد المسيح أنا زي الفل ورجلي كويسة شكرا للقدام الحلوين اللي صلوا لي شكرا للاجتماع ربنا تمجد أنا زي كان بعت وقال إن الرباط الصليبي اتقطع وانتوا صليتوا وربنا شفاه أعطوا مجدا للملك المسيح. ما
ماشي سواح قصدي محبوبي في ايديه جراح تمن ذنوبي. ترنيمه 174 ماشي سواح بدور على اللي في ايديه جراح والجراح دي تمن ذنوبي. ماشي سواه قصدي محبوبي في دقيرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. ماشي سواه قصدي محبوبي في دقيرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. هو الإله وأنا إنسان أخذ مكاني وأنا المدان. ماشي سوا قصدي محبوبي في دقيرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. جه صالحني وأنا الغلطان شم فرحني طول الزمان. ماشي سوا قصدي محبوبي في دقيرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. السما جالي وأخذ مالي ألبسني ذاته سر جمالي. السما جالي وأخذ مالي ألبسني ذاته سر جمالي. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. غير طبيعتي من فوق ولدني حافظ وديعتي ويقول ده ابني. ماشي سوا قصدي محبوبي في دقيرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. حب عجيب ولا كل حبيب دايما معايا عمره ما يغيب. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجي تمن ذنوبي. علامة حبه عار وصلبه من الموت نجاني أدخلني قلبه. ماشي سوا قصدي محبوبي في دقيرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وساعد ضعفي حبه يشجعني. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم بعنوان مسيحي فيه، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. وانت كإنسان مسيحي وانت كإنسانة مسيحية، لو عايشين المسيحية الحقيقية أنا وانتو مش احنا، كل واحد وواحدة فينا يبقى مسيح ماشي على الأرض، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. كلمنا عن مسيح فيه، وبعد كده اتكلمت عن المسيح اللي فيه نمرة واحد، مضطهد ومهان. مضطهد ومهان يعني ايه؟ يعني انت مسيحي مضطهد، اتاري الاضطهاد مش واقع عليك، لا لا، هو اللي مضطهد فيه، هو اللي مضطهد فيه، وهو اللي مهان فيه. افعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. ده المسيح بيقول اللي بتعملوه في عيل من عيابي ده بتعملوه فيا. بتضطهدوا اولادي بتضطهدوني انا، بتهينوا اولادي بتهينوني انا، بترفضوا اولادي بترفضوني انا. فبيطمن كل انسان مسيحي بيقول له مش انت، انا شايلك وشايل شدك ما تخافش. فاتكلمنا عن المسيح المضطهد ومهان، لكن هتكلم بنعمة ربنا عن المسيح اللي فيا صاحب السلطان. احنا شفنا المسيح المضطهد واللي جندوه واللي عيروه واللي صلبوه واللي مات بالجسد، ذاق الموت بالجسد، لكن غنم الموت بالقيام. بموته أمات الموت، بموته أمات الموت. شفنا المسيح المهان، احنا هنشوف دلوقتي المسيح صاحب السلطان. المسيح صاحب السلطان. نعم الإنسان المسيحي مضطهد ومهان، مضطهد ومهان، لأني الاضطهاد والهوان واقع على المسيح اللي ساكن فيك. وعلى قد ما يبان المسيح فيك على قد ما الكاس يبقى مليان، كاس الضيق والاضطهاد والتعب. زي ما فسرت كلمة لو قال فيكم الجميع حسنا يا ويلكم، يعني لازم تبقى مهان ومضطهد عشان يبان مسيحك فيك. النهاردة هنتكلم عن المسيح صاحب السلطان. بيقول ايه؟ طبعا المسيح له كل المجد، هو كلمة الله، هو الله ذاته، أخلى نفسه آخذا صورة عبد. فبيقول دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. يعني إيه؟ يعني كل شيء بأمري. ممكن العقل يقول لك ده إيه ده؟ بقى اللي ميت على الصليب ده، ولا اللي بيرضع من امه ده يبقى صاحب سلطان ويبقى كل شيء بامري؟ وانا ضربت مثل بتاع لعازر، دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. طب ده هو، لكن انا بقول مسيحي فيا، مسيحي فيا. شوف يقول جاء الى خاصته، يعني اليهود، وخصته ايه؟ لم تقبل ورفضوا. واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه. اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. يبقى السلطان اللي اخذه ادى لاولاده. مسيحي فيا صاحب سلطان،
وأنا بنعمة ربنا لي السلطان المسيح. يعني إيه؟ يعني إيه؟ طب المسيح له كل المجد، لو قلت هو ربنا كل شيء كن فيكون، وممكن الإنسان المسيح يعمل كده؟ ممكن الإنسان المسيح يعمل كده. قال هذا أعطيكم سلطانا، وأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، بين مولودين من فوق. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. كل قوة إبليس تحت الأقدام، تحت الأقدام. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو. يبقى أولاد ربنا لهم سلطان، سلطان المسيح، بس محتاجين إيه؟ محتاجين إيمان، إيمان. واللي له إيمان زي حبة الخردل، هي أصغر البذور، يقول للجبل ده اتنقل فيعمل إيه؟ يتنقل. صاحب سلطان. يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. صاحب سلطان. يصنعون آيات وعجائب، هذه الآيات تتبع المؤمنين. يمكن بعض ما يعني سمعت النهاردة كلمتين قالوهم لي ناس بتعلق على، كان واحدة وقفت هنا، واحدة محجبة حتى موجودة في الفيسبوك، فلما وقفت بتقول انا كان جنبي اتنين ما بيتكلموش، وانا شفتهم اتكلموا في الاجتماع. يا واحدة غير مسيحية بتقول كده، فلقيت بقى تعليقات اروهالي وشتيمة وقلة ادب وبتاع. طب ده انا لا اتكلمت ولا عملت، لكن عايز اقول انتم مستكثرين اسم المسيح. اسم المسيح ده فيه العجب. يعني مثلا الشياطين متسلطه على كثيرين، على كثيرين، والشكوى الايام دي من الشيطان شبه عامه، شبه عامه، الشيطان والاعمال والسحر واللي 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 تروح لده واللي تروح ده واللي يروح لده، وده ما فيش فايده. الحقونا، ما فيش فايده. فلا سلطان على الشيطان إلا اسم يسوع المسيح وحده. قال هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي. مجرد ما أي مؤمن، أي مؤمن يقول باسم يسوع أخرج منه يخرج. وانا بشجع كل انسان مسيحي، امسك في الهك، عيش الايمان الحقيقي، هتكون صاحب سلطان. صاحب سلطان تدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. مش صاحب سلطان وقوة طولة لسان، ولا سوء ادب، ولا اعتداء على الاخر، ولا سلب ونهب، ولا قتل. لا 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 لا، صاحب سلطان في أمور عالية، في أمور عالية. صاحب سلطان يقول للشيء كن فيكون. صاحب سلطان. يبقى هقول إني مسيحي فيا صاحب سلطان، وإداني أنا سلطان. مسيحي فيا المضطهد والمهان قادر على كل شيء. كان ممكن الناس اللي اضطهدوه اللي عملوا سووا فيه بكلمة يفنيهم من على الأرض، بس ده ترتيب أزلي وترتيب إلهي، ترتيب إلهي. يا أولاد شغلتونا كده ليه يا ابن انت وهو؟ أول حاجة تاني، قادر على كل شيء.
الإنسان الغلبان اللي فيه اللي شفته مهان وبيتجلد واللي دقوا المسامير في ايديه وعلقوه على الخشبة واللي قابل الموت بالجسد وعار واستهزاء وجلد ولطم ونتف في الدقن وتف على وش حاجة، أقول هو القادر على كل شيء. شوف هو على الخشبة وبحسب الجسد في الأنفاس الأخيرة، وفي لصين عن يمينه وعن يساره، فاللص اليمين بيقول له لما أدرك وشاف إن الدنيا أظلمت والصخور تشققت والقبور تفتحت وحاجة غير عادية ما مرتش على الكون أو على العالم، فابتدى يتأمل، وده المطلوب من كل إنسان. لو يتأمل في المسيح له كل المجد، نعم هو إنسان وماشي على الأرض وتهان واتصلب وقبل الموت بالجسد، لكن لو تأملت هتوصل لأمور عالية. فاللص قاعد يتأمل مين ده؟ له خطية في وسط البشر، لم يعرف خطية. اللي حاصل حواليا ده ايه؟ العالم كل الارض اظلمت، الصخور تشققت، قبور تفتحت وطلع منها ناس قاموا منها. فقعد يتأمل على رأي واحد لما حصل الحاجات دي، قال إما هذه نهاية العالم أو أن إله هذا الكون يتألم. ده واحد قال الكلمة دي ساعة الصليب، دنيا أظلمت، إما أنها نهاية العالم وإما أن إله الكون يتألم. لص قاعد يتأمل الحاجة، ده مش عادي، ده مش عادي. عملوا كل اللي عملوه فيه وانا سمعه بيقول اغفر لهم يا أبتاه. ده مش انسان عادي، وده المطلوب من كل انسان. فكر مين ده؟ مين ده؟ قاعد يفكر ويتأمل. قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. انت مش انسان عادي، انت ربنا، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. رد عليه وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. خدوا بالكم، يمكن ما بناخدش بالنا من كلمة اليوم. بيقول اليوم وهو ايه؟ على الصليب، وبعد الصليب قعد في القبر ايه؟ 3 ايام. انما بيقول له اليوم تكون معي ايه؟ في الفردوس. عارفين كلمة اليوم دي؟ يعني انا الله الحي الذي لا يموت. انا الله الحي الذي لا يموت. ده انت على الصليب وهينزلوك ميت بعد شوية وهتدفن 3 ايام في القبر، ازاي بقى بتقول له اليوم؟ لاني انا الله الحي الذي لا يموت. قادر على كل، هانذا الرب اله كل ذي جسد، هل يعصر علي امر ما؟ لا، قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. طب ده هو المسيح له كل المجد، وانا وانت وانتي. شوف بقى اللي ادهولنا، مسيحي فيا، مسيحي فيا، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
صاحب السلطان، صاحب السلطان اللي حول خده للضاربين، حول خده للضاربين، هو إله الكون كله. بس بسر عجيب، وعلى الإنسان يتأمل، يتأمل. مثلا ممكن يقولوا ولادة المسيح معجزة، أما في معجزة أكبر منها؟ آدم. يعني المسيح ملوش أب، آدم ملوش أب وأم. مثلا، لكن أما تيجي تعمل مقارنة، وإن كان لا يجوز المقارنة، لكن تلاقي مثلا آدم مخلوق منين؟ منين؟ من تراب. أما المسيح، المسيح إيه؟ الوحيد اللي مولود غير مخلوق، مولود من الآب قبل كل الدهور، كلمة الله، مولود من الآب قبل كل الدهور، أزلي، من أزلية الله، أزلي، ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام، ولا نهاية أيام. بلا أب بلا أم، من عذراء مريم ولدت الإنسان، الكلمة المتجسد، لكن هو بلا أب بلا بداءة أيام ولا نهاية أيام، يعني ما حدش يعرف ميلاده إمتى. داء المسيح له كل المجد، يبقى مولود غير مخلوق، آدم مخلوق من تراب، أما المسيح إيه؟ فمولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق. حاجة تاني، آدم أخطأ ولا ما أخطأش؟ والمسيح له كل المجد، الوحيد اللي مشي على الأرض ولم يخطئ، لم يعرف خطيئة، مش بس لم يخطئ، لم يعرف خطيئة. إيش جاب آدم للمسيح؟ طب حاجة تالتة، آدم مات ولا ما ماتش؟ أما يسوع حي ولا يموت، وبموته أمات الموت. يبقى ازاي اقول ادم زي المسيح؟ تيجي ازاي؟ لا ما تجيش. المسيح فيا قادر على كل شيء، يعني الانسان المسيحي الحقيقي يقدر يعمل ايات ومعجزات. هو قال هذه الايات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بالسنه جديده، يحملون حيات، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. صانع الآيات والمعجزات الإنسان المسيحي، لأن مسيحي فيا هو صانع الآيات، يبقى قادر على كل شيء. لكن أجي شيء أو صفات مهمة إلى حد كبير. مسيحي فيا يخليني اختلف عن العالم اللي حواليا، اختلف عن العالم اللي حواليا. عالم شرس كله وضع في الشرير، عالم اللي حواليا اللي ماسك سكين واللي ماسك زجله واللي مش عارف لسان طويل واللي واللي. اما يسوع اللي فيا، أن تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي إيه؟ خفيف. مسيحي فيا وديع، عشان كده أن طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للودعاء يعني يا بخت الودعاء، يعني ايه؟ يعني اللي باين فيهم المسيح الوديع، اللي باين فيهم المسيح الوديع. في انسان تلاقيه، معلش سامحوني في اللفظ كده، في كلامه مخنشر، يعود
نعم على رأي مثلث الرحمات قدس البابا شنودة كان بيتكلم مرة بيكلم واحد ويقول له انت اتخانقت مع فلان؟ قال له لا. قال له انت كلامك العادي خناق، كلامك العادي خناقني وانت بتتكلم عادي كده كأنك بتتخانق. ففي انسان كلامه زي الخشب كده خشب، اما الانسان المسيحي الحقيقي اللي مسيحه باين فيه لسانه بلسم، لسانه ايه؟ بلسم. تسمع منه حكم في هدوء في وداعه، حتى رنت صوته كده فيها مزيك، رنت صوته فيها راحه. مش انسان بيعود هو يا ابني ده الميكروفون اللي بيعود. وديع ومتواضع القلب، متواضع تلاقيه زي ما هتكلم بعد شويه، تلاقيه عند رجلين الكل، خدام خدام عند رجلين الكل. اقول الحته دي مسيحي فيا صاحب السلطان، والله اللي ظاهر في الجسد العظيم الذي بلا حدود الذي لا يراني احد ويعيش، لكن اخلى ذاته واخذ صوره عبد ونزل في شبه الناس، جالنا هنا وجالنا هنا اولا لفدائنا عشان يخلصنا من الشرور، وثانيا عشان يدينا مثال الانسان يمشي ازاي على الارض. فجه في مره هو قال انا مش جاي عشان اتخدم، انا جاي عشان اخدم. تخدم يا رب؟ انا اخدم خلاص الانسان، خلاص الانسان، كما ان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فديه عن كثيرين. جاي عشان يخدم. فيوم خميس العهد، خميس الكبير، صب ميه في مغسل في طشت كده وتحزم بفوطه وقعد عند رجلين التلاميذ. يا سلام، بطرس الصياد قاعد على كرسي والمسيح له كل المجد عند رجليه، بتعمل ايه يا رب؟ قال بغسل رجليهم. انت العظيم؟ قال ايوه. انتوا مستغربين ليه؟ بس اعملوا زي ما انا عملت، يعني ما تستغربوش قوي، اعمل زي ما انا عملت. مش انا العظيم وانا السيد وانا المعلم؟ قعدت عند رجليكم اغسلها، اعملوا زي ما انا عملت. أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. يبقى مسيحي فيا خادم، خادم وديع ومتواضع، قاعد عند رجلين مخاليقه بيغسلهم، خدام. فبيقول ان كنتم مستغربين عن اللي انا بعمله ده، اعملوا زيي وعيشوا زيي، وعيشوا زيي. خادم صاحب سلطان قادر على كل شيء، وبذل نفسه عن كثيرين. انسان المسيح اللي اتعلم من المسيح انسان باذل، باذل. يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وقال مرة أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، يبذل نفسه عن الخراف. المسيح جاي عشان يبذل نفسه، وبيعلمنا كلنا أن الإنسان المسيحي الحقيقي جاي عشان يبذل، عشان يعطي، عشان يخدم. عشان كده بيقول هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. هو مات لأجل الجميع، يعني بذل نفسه لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، الأحياء اللي نالوا حياة فيه،
كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. يعني إنسان مضحي مش أناني. أقول في الآخر شيء مهم، إن رب المجد يسوع أما قالوا واحد وقال له أتبعك أينما تمضي، ده واحد من اليهود يعني بيقول له أمشي وراك منين ما تروح، أتبعك أينما تمضي، قال له للثعالب أو جرخ، يعني الثعلب له خن بيمات فيه، ولطيور السماء أو كار يعني عشوش، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني إيه يا رب؟ يعني يا إنسان يا عائل يا عائل ما تتملكش هنا، ما تحوش هنا، ما تجنز هنا، خلي كنزك فوق، خلي كنزك فوق، خلي أعمالك الطيبة تسبقك. ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، أنتم لستم من هذا العالم، إحنا مش من هنا، إحنا مش من هنا، بلاش تحوش وتكوش هنا، بلاش كل أمالك تبقى هنا، بلاش كل اهتماماتك تبقى هنا، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. ليس له أين يسند رأسه. أقول حاجة شبه أخيرة، مسيحي فيا جه في أواخر أيام جسده على الأرض وقال للآب المبارك بيقول له إيه، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت. خلي بالك، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت. المسيح بيقول له كل المجد، يبقى مسيحي فيا، يبقى اللي قاله علي أن أنا أعمله، ويبقى في نهاية أيام غربتي لازم يكون ده لسان حالي، أقول للآب المبارك أنا مجدتك على الأرض. يبقى سعي الإنسان المسيحي الحقيقي إن في كل أعماله وأيامه وزمان غربته له هدف واحد بس، أمجد اسمك، أمجد اسمك، ماليش هدف تاني، إن شاء الله ما تدينيش لقمة أكلها بس اديني فرصة أكرمك قبل ما أجيلك، أمجدك، أرفع اسمك وعليك. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أختم كلامي بالحتة دي اللي عملها المسيح، طبعا صنع معجزات لا تعد، معجزات أن لا كتبت واحدة فواحدة، لا أظن أن العالم يسعى الكتب المكتوبة، عشان كده ممكن المؤمن الحقيقي يبقى صانع آيات ومعجزات منين ما يمشي، يعمل العجب وهو إنسان من تراب، من تراب. لكن في الآخر أختم وأقول إن مسيحي فيا مكتوب عنهم عنه أهل طعامي. يعني هو مرة لما كان مع السامرية وبعدين التلاميذ راحوا يشتروا أكل وبعدين رجعوا بيقولوا له تعالى كل، قال لهم طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. يعني أنا كإنسان مسيحي عايش على الأرض مش عايش عشان أتمم مشيئة نفسي، لا، عشان أتمم مشيئته. عشان كده لما علمنا الصلاة أن متى صليتم فقولوا لتكن مشيئتك، لتكن إيه؟ مشيئتك. يبقى طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني ليكملكم في كل عمل صالح،
لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد. بعدين يقول عن أبونا داود: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئة. يعني الإنسان ممكن يصنع مشيئة ربنا، وده اللي عايزه مننا ربنا. مسيحي فيه، مسيح هو في حال الجسد على الأرض، صنع مشيئة الآب المبارك، وبالنيابة عني ابن الإنسان اللي بيمثلني. يبقى أنا وإنت وإنت لازم يكون هدفي إني أتمم مشيئة الآب المبارك الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. نرفع قلوبنا ليه، انفرد بيه، حاضر معانا بشخصه، وكل اللي شايفنا في كل ركن في العالم مسيحنا في وسطينا، مسيحنا في وسطينا. إن كان شيطان أقول باسم يسوع المسيح تخرس، باسم يسوع المسيح تخرس. ما تخرستش يبقى دي مش شيطان، دي واحدة بتستهبل تطلع برا. لما اقول باسم يسوع كل صوت يتخرس لغايه ما اخلص صمت. دي مش شيطان، دي واحده معتوها دي. ها؟ نرفع قلوبنا للرب اللي حاضر معانا. اقول له سامحني، اترك لي خطاياي واقبل لي يا رب، افتح عيون ايماني عشان اشوفك في الوسط. كلنا نرفع قلوبنا لي، قل له طلبتك، قولي له طلبتك، قل له انت جاي لي وانت جايه لي. قل له سامحني على خطاياي، سامحني وارضى عني يا رب في المسيح يسوع. يدك العالي علينا كلنا يا رب، روحك يملك ويسود، شيل هم كل واحد وكل واحدة، فرح كل حزين، ضمت كل الجراحات، عزل كل يا رب، اسند الجميع، اسند الجميع بذراعك المقتدر. اترك لنا ما علينا وارحمنا، ارحمنا. قل له من قلبك ومن قلبك ارحمني، ارحمني، اغفر خطاياي، عدني للوقوف بين يديك، عدني لليوم العظيم يا رب، اللحظة اللي حقف فيها قدامك. سامحني، سامحني وارحمني، ارحمنا، ارحمنا، ارحمنا يا الله،
والآب ضابط كل ارحامنا 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 يا الله مخلصنا ارحامنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم. قل له نور عيني عشان اعرف الطريق يا رب. امسك ايدي وقودني، امسك ايدي وقودني. العيال دي كدابة، انتوا كدابين، انت كدابة، انت كدابة. انا اول ما قلت باسم يسوع المسيح كل لسان يتخرس. انت كدابة، أعلن ذاتك ومجدك وابتدأ لعيب العدو الشرير. أعلن ذاتك ومجدك، أنت صاحب السلطان وحدك. اسحق عدو الخير، إله السلام. سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. إله السلام. سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا باسم يسوع المسيح الناصري. بخريستوس إيسوس بين شويس شلي لفلوغي صو إبي بروسيف كيستوس إيتي إيرني بوسي كيتو بنفماتي إيسو Shave motan tot fumberi, vervesani, vonae, tivnoti, viotem ben chois, o ben noti, ben sotirisos, be Christos, javerske bazini gona, vervaisin iron, of ari iron, of shuftin iron, of ties iron, of ti, totina vintin sharia, tai onosai. En sov on marinte roboste vareron khemboy ke sovoy nimne otiron te benon khen herini ne binje bando krato rib choy se benoti evexasti kiriele Evni
Vrem și o izevnuti bandu crator. Eviu tem ben și o insubenuti ben sotiri sos bi e Hristos. Nașcorac ala kulla hal wa min ajli kulla hal wa fi kulli hal لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة ارحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلباتك الديسي منهم بالصلاح عنا في كل حال ويغفر لنا خطايانا يا رب نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامين مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان كل حسد يا رب وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذا الاجتماع وعن هذه المياه وعن هذه الكنيسة وعن موضعها المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو يا رب رحم أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك اطلبوا عن ابانا واخذنا المرضى بكل مرض ان كانوا في هذا المسكن او في كل موضع لكي المسيح الهنا ينعم لنا ولهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب نعهد بالمراحم والرأفات اشفهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطردهم والذين أبطأوا مطروحين في الأمراض اقمهم وعزهم والمعذبون من الأرواح اتقهم جميعا والذين في السجون أو المطابق أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة اعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين أزى صغير القلوب وميناء الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطي يا رب رحمة أعطي يا راحة أعطي برود أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطي غفران خطايا هوى آثامها ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفها والتي لأجسادنا فيها لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصك يا رب
أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. كل اللي رفع طلبة أو رفعت طلبة، الرب اللي حاضر معانا استجاب حسب حكمته وحسب إيمانكم. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أو الشياطين، مجرد ما أقول اسم يسوع المسيح كل شيطان يغادر الأجسام باسم يسوع المسيح الناصر، قوة دم صليمه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محارس أو ساكنة في الأجساد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. معاك ايه اللي حصل باسم يسوع؟ قولي ايه اللي حصل للشيطان. انا كنت خايفه جن تحت بجهل، شنو ده حل؟ الشيطان خرج من شنو ده؟ انا كنت هنا، انا داي واحده غريبه ما اعرفهاش، استنى طيب. وبعدين الخدام ما رضوش يقعدوني جنبها، قال انت رقم وهي رقم، راحت هي قاعده تعيط برضه ما رضيوش. المهم في النهايه كان في شيطان، كان في شيطان وخرج. قول لنا ايه اللي حصل معاك. الحمد لله بقى لي 28 سنة. 28 سنة. كويس اهو. متعذبة من الشيطان. قولي صاحي بنت الجواز ما اتجوزتي والدم ما يوصلش للمخ. ودلوقتي بعد الصلاة. الحمد لله. طري ورايا والرب يسوع قدامي. المسيح، اسم المسيح. سلطان اسم المسيح. 28 سنة. 28 سنة. قول لنا ايه اللي حصل. اسمي اسراء. الشيطان خرج من. ايوه. المسيح شفاك، مجد الاسم المسيح. مجد الاسم المسيح. انا كان عندي حاجة ورجعتها الحمد لله. المسيح شفاك. كنت بترجعي، كان في سحر. شفي قول لنا انت شفيت. لسه في حد؟ امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.